بحمد الله وتوفيقه، تفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بوضع حجر الأساس لمشروع متحف عمان عبر الزمان. في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في موقع المشروع بولاية منح بمحافظة الداخلية، وقد كان في استقبال جلالته أبقاه الله أعضاء اللجنة الرئيسية لمشروع المتحف، حيث تفضل جلالته بالاطلاع على تصاميم المتحف وأبرز مكوناته من خلال لوحات العرض ومجسم المشروع. ثم تفضل جلالته حفظه الله ورعاه بوضع حجر الأساس. حضر الحفل بمعية جلالته عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقادة العسكريين، وقد تبلورت فكرة إنشاء المتحف انطلاقا من الفكر السامي لجلالته أبقاه الله بإنشاء متحف يعمل على إبراز تاريخ عمان عبر الزمان من خلال الصوت والصورة وإبراز الحقب التاريخية العريقة التي شهدتها السلطنة وصولا إلى عصر النهضة المباركة وما شهدته مسيرة النهضة من إنجازات مستمرة، إضافة إلى ما وهبها الله من طبيعة وتنوع جغرافي زاخر، وذلك بشكل تفاعلي وباستخدام أحدث التقنيات في العرض المتحفي.